عشرة الأخبار مع مصطفى إبراهيم ولينا فائق. نشرة أخبار المنتصف، أهلا بكم. والبداية بالعناوين: دعم نيابي وشعبي لإجراءات الإطاحة برؤوس الفساد وترجيحات باعتقال كبار الفاسدين خلال المدة المقبلة. جدل برلماني حول محتوى موازنة 2020 والحكومة تتجه للاقتراض الخارجي لسد النقص في الموازنة. اللجنة المالية تعيد قانون التقاعد للحكومة والصحة النيابية تتوصل لاتفاق بشأن قانون الضمان الصحي. العالمية سواء أسترازينيكا أو بالنسبة إلى الروسي أو الصيني تقرر منظمة الصحة العالمية، العراق سيستلم حدود 10 مليون جرعة. الصحة تؤكد أن العراق سيستلم 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا بمجرد إقراره من منظمة الصحة العالمية. أهلا بكم. أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال أن اللجنة المشكلة لمكافحة الفساد لا تلغي دور المؤسسات الأخرى المختصة بمتابعة ملفات الفساد في البلاد. ملا طلال وخلال رده على سؤال مراسل العراقي الإخباري أضاف أن عمل اللجنة دقيق جدا وسري ومستمر، وسيعلن الأسماء في وقت لاحق. اللجنة التي شكلها السيد رئيس الوزراء بالأمر الديواني المعروف وبدأت أعمالها وتحقيقاتها قطعا لا تلغي دور المؤسسات مكافحة الفساد الأخرى مثل هيئة النزاهة وبقية المؤسسات. شاهدنا الكثير من محاولات تشويه عمل هذه اللجنة من خلال بث إشاعات لمنع السفر مسؤولين، إلقاء قبض على مسؤولين. أجزم هنا أنه عمل هذه اللجنة دقيق جدا وسري جدا، فلن تحصل مني على أسماء من أجل حريصين على سمعة الدولة العراقية، سمعة القوى الوطنية، سمعة الشخصيات اللي خدمت البلد، اللي بعض الجهات لا أعرف من أين تأتي بالأسماء وتوزعها على السوشيال ميديا، لكن هذه اللجنة مستمرة في عملها وستسمعون أسماء حقيقية، والآن تميزون بين الأسماء اللي فعلا تم التحقيق معها وإلقاء القبض عليها، تميزون أيضا بين الأسماء التي تحاول بعض الجهات تشويه عمل هذه اللجنة الدقيق والفني والسري. وكان رئيس الجمهورية برهم صالح بحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان دور القضاء واستقلاليته في ترسيخ العدالة وتطبيق القانون وحسم ملفات الفساد ومعاقبة المتجاوزين على المال العام. وشدد الطرفان على أهمية الانتخابات المقبلة وتوفير مستلزمات التشريعية واللوجستية كافة وفق مبدأ النزاهة والشفافية ومنع التزوير والتلاعب. كما جدد صالح وزيدان على ضرورة التعاون بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء في إعداد القوانين والتشريعات التي تصب في تنفيذ العدالة وإحقاق الحقوق تعزيزا لسيادة الدولة في فرض القانون. من جهة أخرى، أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية على أجواد حميد مضي الهيئة قدما باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على المال العام وإخضاع المتجاوزين عليه للقانون، مبينا في الوقت ذاته توفر الضمانات للمتهمين، لا سيما أن محققي الهيئة يخضعون لإشراف القضاة. من جهته أكد رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان سعي المفوضية لتوطيد التعاون مع الهيئة لتضمين وتضمين تقاريرها المرفوعة إلى المنظمات الدولية لبيان إنجازات هيئة النزاهة. إجراءات الحكومة في اعتقال رؤوس الفساد تحظى بدعم برلماني وشعبي كبيرين لمواصلة عمليات الاعتقال التي تخص 10,000 قضية على مدى 4 دورات نيابية. فالنواب والمراقبون طالبوا الحكومة بأن تتحلى بالجرأة للإطاحة برؤوس فساد كبرى خلال المرحلة المقبلة.
التحرك الحكومي لمكافحة الفساد بكل أشكاله وأنواعه يحظى بالدعم البرلماني المطالب بفتح ملفات كبيرة تكدست وعلى مدى 4 دورات نيابية في هيئة النزاهة عبر ملفات تجاوزت 10,000 بين قضية بسيطة وأخرى مهمة. من حيث حجم الفساد، الحديث النيابي أكد ضرورة استثمار الدعم الشعبي والرسمي والديني لمكافحة آفة الفساد. نشد على يد السيد رئيس مجلس الوزراء بهذا الملف، ونعتقد نتمنى أن يكون أكثر جرأة في معالجة ومكافحة الفساد، لأننا هناك الكثير من الملفات في هيئة النزاهة على مدى 4 دورات برلمانية، وهناك ملفات موجودة لدى القضاء، هناك كبار للفاسدين. أنا أعتقد نتمنى من السيد رئيس مجلس الوزراء وكذلك اللجان المشكلة أن تأخذ على عاتقها أنه هذا المطلب هو مطلب شعبي ومطلب المتظاهرين وكذلك مطلب مجلس النواب، وبرنامج الحكومة اللي صوت عليه كان يتضمن إحدى الفقرات في مكافحة الفساد. خبراء القانون تحدثوا عن أن جميع ما اتخذ من خطوات من قبل لجنة مكافحة الفساد من أوامر قبض وتحري أو حز للأموال المنقولة وغيرها، وحتى فيما يخص التسريبات التي أفصحت عن صدور قوائم منع سفر بحق مسؤولين كبار فإنها جرت تحت غطاء قضائي. الخبراء كشفوا عن أن التسريبات الإعلامية باتت تتحدث عن أن التحقيقات بقضايا الفساد ربما تطال شخصيات شغلت مناصب تنفيذية كمحافظين ووزراء، وقد تشمل التحقيقات أعلى من هذه المناصب، وكلها ستجري وفق قانون العقوبات 111 لسنة 1969. ممكن يكون وزراء، ممكن يكون محافظين، ممكن يكونون يعني رؤساء وزارات سابقين، ممكن يعني يتعرضون للمساءلة القانونية بتهم الفساد المالي والإداري من قبل هذه اللجنة، وتعرض أوراقهم على قاضي التحقيق وتصدر أوامر وفق قانون العقوبات رقم 111 سنة 69. وتشير المعطيات الواقعية إلى أن عملية ملاحقة المتهمين بقضايا فساد ربما تطال رؤوسا كبيرة في الدولة وفق مراقبين. أثير عادل، العراقية الإخبارية، بغداد. قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية إحالة تأهيل الطرق المؤدية إلى منفذ جيدة عرعر الحدودي لشركات متخصصة في وزارة الإعمار والإسكان. المجلس أوضح في بيان أنه تم إقرار توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة للعراق في مدينة كوانجو الصينية، بالإضافة إلى تخويل وزير التخطيط للتفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الفني بين العراق واليابان. جدل برلماني حول محتوى موازنة 2020، والحكومة تتجه للاقتراض الخارجي لسد النقص في الموازنة. اللجنة المالية تعيد قانون التقاعد للحكومة، والصحة النيابية تتوصل لاتفاق بشأن قانون الضمان الصحي. العالمية سواء أسترازينيكا أو بالنسبة إلى الروسي أو الصيني تقرر منظمة الصحة العالمية، العراق سيستلم حدود 10 مليون جرعة. الصحة تؤكد أن العراق سيتسلم 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا بمجرد إقراره من منظمة الصحة العالمية. التكنولوجيا الرقمية ومواقع التواصل وما يتطلبها من ضمان حقيقي لأمن مستخدميه يحتم على ضرورة إقرار قانون الجرائم المعلوماتية. نواب أكدوا أن هذا القانون له أهمية كبيرة في حماية المجتمع، فضلا عن إبعاد خطورة الجماعات الإرهابية التي تلجأ إلى مواقع التواصل لنشر أفكارها المنحرفة. اللجنة المعنية، اللجنة القانونية، مجلس النواب العراقي يؤجل مناقشة مشروع قانون الجرائم المعلوماتية، قانون يهدف إلى توفير الحماية القانونية وإيجاد نظام عقابي لمرتكبي الجرائم الإلكترونية المختلفة
خاصة تلك التي تضر بالسلم المجتمعي والحياة الخاصة للمواطنين. هذا القانون في حقيقة يعالج كثير من الأمور، خاصة القضايا التي يمر بها المجتمع العراقي من مشاكل كثيرة على جرائم الفيسبوك أو الأنترنت أو كثير من الأمور، كثير من الجرائم الاجتماعية التي حدثت من خلال جرائم المعلوماتية. التطور في الشبكة الإلكترونية والانفلات في استخدام المواقع المختلفة أسباب لحقت وستلحق ضررا وتهديدا بالأمن الوطني ما لم توضع آلية لمتابعة المصادر المشبوهة بحسب نواب. كثير من التنظيمات الإرهابية تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي وتبث معلومات وتبث إشاعات من أجل إثارة الفوضى وإثارة الرعب بين المواطنين. هذه المعلومات سنقيدها من خلال هذا القانون. أما مشروع قانون العيد الوطني الذي أرسل من مجلس الوزراء فقد شهد قراءة أولى من قبل مجلس النواب، والذي وبحسب أعضاء في المجلس فإنه سيكون عيدا لجميع القوميات والطوائف العراقية. نحرص عندما قرأنا القراءة الأولى نحرص على أن يكون هنالك يوما وطنيا يعني متفق عليه جميع الأطياف وجميع الطوائف، كون العراق بلد يضم أكثر من طائفة. رغم تأجيله فإن مشروع قانون الجرائم المعلوماتية إذا ما تم التصويت عليه داخل مجلس النواب فإنه سيحدد الأطر القانونية لاستخدامات هذه المواقع وحماية المجتمع العراقي من التدخلات والاستغلالات الأمنية والاجتماعية، لكن دون المساس بالحريات الشخصية. عباس نعمة، العراقية الإخبارية، بغداد. عدة محاور ناقشتها الرئاسات الثلاث ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومعظم قادة الكتل السياسية، أبرزها ضرورة إسراع البرلمان بالتصويت على قانون الانتخابات الجديد بصيغته النهائية، فضلا عن الإسراع في تشريع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية. أربعة محاور خلافية سعى رئيس الوزراء إلى التفاهم مع قادة الكتل السياسية لإيجاد حل لها في الاجتماع الموسع الذي دعا إليه بحضور السلطات الثلاث، لكن رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري لم يحضروا الاجتماع. هناك جملة قضايا موجودة يعني لم يتم الالتزام بها من قبل السيد الكاظمي، ولا نقبل أن تكون هناك يعني جهة أو شخص معين ينفرد بالسلطة. وبعيدا عن رؤية بعض الأطراف الشيعية إن على الكاظمي الاجتماع بها قبل دعوته للقاء موسع مع باقي الكتل كونها وافقت على ترشيحه لهذا المنصب، إلا إن انتقادات أخرى طالت توزيع المناصب بين المكونات بشكل غير عادل. قلتها صراحة للسيد رئيس الوزراء، حتى التعيينات الأخيرة للوكلاء وللمدراء العامين للدوائر الأمنية كلها محصورة وهي أيضا محاصصة. طيب سويها محاصصة بس سويها شاملة، ما يصير تحصرها فقط ما بين المكونات الثلاثة. ومن بين المحاور التي دعا رئيس الوزراء إليها في الاجتماع هو إيقاف استهداف البعثات الدبلوماسية والسفارات، كما طالبت الحكومة وفق أحد قادة الكتل رفض الكشف عن اسمه الموافقة على صرف 61 تريليون دينار لما تبقى من أشهر السنة بواقع موازنة سنوية تصل إلى 148 تريليون دينار، مما دعا رئيس مجلس النواب إلى الاعتراض والطلب من وزير المالية تقديم كشوفات موثقة للصرف المتوقع لهذا المبلغ الكبير لكون عجز الموازنة يصل إلى 81 تريليون دينار، كما تضمن مشروع الموازنة وفق رئيس الكتلة تسديد كافة ديون الإقليم. وطالب رئيس الوزراء بضرورة التصويت على ما تبقى من قانون الانتخابات يوم السبت المقبل، وهو ما استجابت له الكتل على أن تعرض جميع خيارات الكيانات النيابية لعدد الدوائر الانتخابية في جلسة مجلس النواب وترك الاختيار للتصويت إذا لم يتوصلوا إلى توافق قبل الموعد المحدد. وبرغم عدم حضور رئيس ائتلاف دولة القانون والأمين العام لمنظمة بدر الاجتماع الموسع لقادة الكتل مع السلطات الثلاث والذي دعا إليه رئيس الوزراء، إلا أن مخرجاته قد تساهم بتسريع حل المشاكل الخلافية. من داخل مجلس النواب ببغداد، أحمد عرام، العراقية الإخبارية.
مع إرسال الحكومة موازنة العام الحالي إلى مجلس النواب، بدأ الشد والجذب داخل أروقة البرلمان حول المحتوى الداخلي لها، حيث عدها مراقبون أنها موازنة شبه تقشفية في ظل العجز الذي بلغ 80 تريليون دينار، فضلا عن نقص الموارد وانخفاض أسعار النفط، مما سيدفع الحكومة نحو الاقتراض الخارجي. موازنة تخلو من كل شيء ويراد لها أن تعالج كل شيء، هكذا تبدو موازنة العام 2020 بعد وصولها إلى مجلس النواب. تحركات نيابية لمعالجة أزمة المتعاقدين وفق القرار 315، فضلا عن محاولات لإيجاد حلول للباحثين عن فرص التعيين عبر درجات الحذف والاستحداث التي خلت من مسودة القانون. الحكومة ستحتاج إلى الاقتراض لأنه الموارد لا تتناسب مع يعني صرفيات الحكومة. عندك موازنة تشغيلية وموازنة طوارئ للعام الواحد، نحتاج على الأقل إلى 72 تريليون دينار، في حين أن مواردنا للسنة كاملة لا تتجاوز 48 إلى 50 مليار دولار. وتعاني الموازنة من عجز مالي يتخطى 80 تريليون دينار من إجمالي النفقات التي تبلغ 148 تريليون دينار بالاعتماد على الواردات النفطية الممول الوحيد للموازنة، فضلا عن واردات قليلة غير نفطية لا تتعدى 9 تريليونات دينار. رقم مخيف بالنسبة للعجز الموجود، يتعدى 80 تريليون، والإيرادات النفطية وغير النفطية في حدود 67 تريليون، الإنفاق 148 تريليون، وهذا يعني أنه راح يكون موازنة شبه تقشفية. وتواجه الحكومة ضغطا شعبيا واقتصاديا كبيرا لمعالجة أزمات مالية متراكمة قد لا تتمكن من معالجتها في غضون سنوات عن طريق قانون الموازنة، إلا إذا اتخذت خطوات جريئة للإصلاح المالي والاقتصادي. معادلة صعبة في التوفيق بين قلة الإيرادات وضغط النفقات في موازنة تعتمد في أغلب أبوابها على النفط والاقتراض في التمويل. سجاد الموسوي، العراقية الإخبارية، بغداد. نظم أهالي شهداء تظاهرات تشرين وقفة احتجاجية أمام المحكمة وسط محافظة النجف الأشرف، وقال مراسل العراقية الإخبارية أن المتظاهرين طالبوا بمحاسبة قتلة أبنائهم الذين سقطوا قرب مرقد السيد الحكيم وفي ساحة اعتصام النجف قبل أشهر. هذا وكانت الحكومة قد تعهدت بملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة مع اعتبار الضحايا شهداء ومنح ذويهم كامل الحقوق. لليوم الثالث على التوالي تستمر تظاهرات الخريجين أمام مصفى وشركة نفط ذي قار، مطالبين بالتعيين أسوة لباقي الخريجين. احنا المعتصمين اللي تحت مسمى احتياط شركة نفط ذي قار، اللي صار لنا تقريبا معتصمين حوالي سنة. احنا اعتصمنا امام الشركة وجينا هنا امام المصفى اعتصمنا، بعدين اجت النسبة حوالي 70% للمعتصمين. احنا تفاجأنا انه احنا ما طلعنا من ضمن هاي النسبة، حصلنا درجات، مجموعة من الدرجات انطوا الف للمعتصمين، الالف ما انطوها لكل المعتصمين، قالوا بس 612 للمعتصمين، البقية تتوزع بعد، اكو آلية عند الشركة ما اعرف. لا نجد الانصاف في الآلية المعتمدة التي اعتمدتها شركة نفط ذي قار في رفع الاسماء التي مرت اثناء ثورة تشرين الكبرى، ولكن اليوم بعد ان طفح الكيل ورأينا الكثير من المغالات والمجاملات والمحسوبية في الدرجات التي رفعت، اليوم اضطررنا الى ان نخرج صفا واحدا وبروح واحدة هاتفين ان لا تراجع الا باخذ الحقوق. تظاهر العشرات من خريجي كلية الإدارة والاقتصاد أمام مصفى السماوة للمطالبة بالتعيين، وذكر مراسل العراقية الإخبارية أن بعض المتظاهرين حاول قطع الطريق باتجاه مدخل المصفى، مؤكدا أن أغلب شعارات المحتجين كانت تطالب بتوفير فرص العمل وأهمية استثمار طاقات الشباب واستيعابهم في القطاعين الخاص والعام. لا
لكن صار يجوا هذا خلا سحر من نار الشارع. وللتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من المثنى مراسلنا علي كريم. أهلا علي، ضعنا في صورة التظاهرات، هل لا تزال تظاهرات مستمرة وما هي أبرز مطالب هذه التظاهرات؟ نعم، حقيقة لا تزال التظاهرات قائمة حتى هذه اللحظة من قبل خريجي الإدارة والاقتصاد، والبالغ عددهم أكثر من 200 خريج وخريجة. وحقيقة هؤلاء الخريجين منذ أكثر من 10 أشهر وهم يعتصمون أمام مصفات السماوة، وبين الحين والآخر يعتصمون حتى يبقون لأيام أخرى، وبالتالي هناك انتشار أمني من قبل الأجهزة الأمنية إبعاد وفتح المصفى، لا سيما أن هناك عرقلات في عدم مرور الصهاريج الأخرى، كون مصفات السماوة تعتبر من المصافي المهمة لنقل المشتقات النفطية لباقي المحطات، وأيضا لتمرير هذه المحطات إلى باقي المحافظات المجاورة. حقيقة اليوم يعني أبرز مطالب هؤلاء الخريجين هو الحصول على فرص تعيين، لا سيما أن الوعود الحكومية التي أطلقتها محافظة المثنى، ورغم الوعود اللي لأكثر من مرة من الحكومة المحلية التقوا بهؤلاء الخريجين أكدوا مرارا وتكرارا ضرورة توفير الفرص لتحسين مستواهم المعيشي، توفير فرص عمل أيضا من الجانبين القطاع العام والخاص. نعم علي، الخريجين بين الحين والآخر معتصمين أمام مصفات السماوة والقسم الآخر. نعم علي، الأهم بين الحين والآخر الأهم من ذلك الإدارة المحلية، الأهم من ذلك ذكرت أنت في التقرير وكما قالت المتحدثة أنهم اعتصموا منذ نحو عام، الأهم من هذا هل خرج أحد المسؤولين لمقابلتهم؟ هل قابلوا أحد المسؤولين لإيصال طلباتهم؟ حقيقة أن يعني هؤلاء الخريجين يعتصمون أمام مصفات السماوة من أجل الضغط على الحكومة المحلية من أجل تعيينهم في المواقع النفطية، لا سيما أن المواقع النفطية قبل فترة قليلة تم تعيين عدد من المهندسين في شركة الحفر وعدد من المواقع النفطية الأخرى، يعني اليوم يأملون أيضا أن تشمل هذه التعيينات عدد من المواقع النفطية أسوة في الموجودة في المحافظة. اليوم طالبوا أن يكون هناك ضغط يعني على مصفى السماوة أو على الحكومة المحلية من أجل أن ينتبهوا إلى خطواتهم، ينتبهون أيضا جيد. وصلت الفكرة. شكرا علي كريم مراسل العراقي الإخبارية من المثنى. بحثت الدائرة القانونية في وزارة الخارجية حف كيانات عراقية من قائمة لجنة جزاءات القرار 1518 في اجتماع عقدته لمناقشة تطورات ملف القرار والأطر العامة للإحاطة التي سيقدمها العراق أمام لجنة مجلس الأمن. وزارة الخارجية وفي بيان لها أوضحت أن اجتماعا دوليا بمشاركة العراق ناقش قائمة الجزاءات التي تتضمن أفرادا وكيانات عراقية لرفعها من قائمة الحظر الدولية، فضلا عن تحديد أحد المواعيد المقترحة من قبل سكرتارية لجنة مجلس الأمن. جهود كبيرة تبذلها وزارة الخارجية لرفع اسم العراق من لائحة الدول ذات الخطورة العالية في مجال تمويل الإرهاب وغسيل الأموال من خلال لقاءات مكثفة بقادة الدول الأوروبية. نواب أكدوا أنه في حال تم رفع اسم العراق سيكون له مردودات إيجابية على الوضع الاقتصادي والأمني بشكل عام، مطالبين بدعم دولي وإقليمي لهذه الجهود. إخراج العراق من قائمة الدول عالية الخطورة هو ما يسعى إليه من خلال مباحثاته الخارجية وتحشيد الجهود في ساحة الدول الأوروبية. الخارجية العراقية تواصل جهودها واتصالاتها مع دول الاتحاد الأوروبي بغية رفع اسم العراق من لائحة المفوضية الأوروبية للدول ذات الخطورة العالية في مجال تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. عندما يتم وضع بلد أو اسم بلد ويصنف بأنه ضمن البلدان عالية الخطورة، هذا سيترك آثار سلبية كبيرة تتعلق بالوضع الأمني، تتعلق بالوضع الاقتصادي، تتعلق بتوجه الشركات الاستثمارية الكبرى إلى هذا البلد. وعندما يرفع اسم العراق من الدول عالية الخطورة أيضا بنفس الطريقة سيكون له مردودات إيجابية كبيرة
تتعلق بوضع الاقتصادي والأمني. المباحثات المشتركة للخارجية مع دول الاتحاد الأوروبي ترتب عليها دعوة الجهات المعنية في المفوضية للإسراع بفتح الحوار مع الجهات الفنية ذات العلاقة في العراق لغرض استكمال تقييم أداء العراق في هذا المجال ورفع اسمه من هذه القائمة. بعد الإنجاز النصر العظيم لإخراج داعش من العراق، السياسة العراقية بشكل عام وممثلة بوزارة الخارجية عملت جاهدا إلى أن يخرج العراق من قائمة الدول الأكثر إرهابا أو الدول الأكثر عنفا، وهذا ما تسعى به حكومة السيد الكاظمي ممثلة بوزير خارجيته في إطار أن يخرج العراق من هذه المنظومة. نحن نأمل كنواب أن يقوم مجلس النواب العراقي بمخاطبة الاتحاد الأوروبي وأن يكون هناك تدويل لهذا الموضوع على أسس وثوابت معينة، هو أن العراق لا يوجد دولة بالعالم عانت مثل ما عاناه العراق وإلى حد الآن، لذلك هذا الموضوع هام جدا، يجب أن ينصف العراق في هذا الموضوع وأن يكون هناك حقيقة جهد دولي وأقليمي تجاه هذا الموضوع وأن يتم إخراج العراق نهائيا من هذه الخانة الضيقة الذي وضع فيها بطلانا وجزافا. ويعمل العراق على الامتثال لجميع الشروط والمعايير التي وضعتها مجموعة العمل الدولي والمالي، وبالتالي وبما حصل عليه من ردود فعل إيجابية فالتوقعات تقود إلى أن يكون العراق خارج قائمة الدول العالية الخطورة قبل نهاية العام الحالي. من بغداد، سحر الإبراهيمي، العراقية الإخبارية. مالية تعيد قانون التقاعد للحكومة، والصحة النيابية تتوصل لاتفاق بشأن قانون الضمان الصحي. العالمية سواء أسترازينيكا أو بالنسبة إلى الروسي أو الصيني تقرر منظمة الصحة العالمية، العراق سيستلم حدود 10 مليون جرعة. الصحة تؤكد أن العراق سيتسلم 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا بمجرد إقراره من منظمة الصحة العالمية. أعادت اللجنة المالية النيابية قانون التقاعد للحكومة بسبب احتوائه على جنبة مالية. عضو اللجنة جمال كوجر قال أن المالية طالبت بتحديد وجود موظفين غير محسوبين على المتقاعدين وهم خارج الخدمة، داعية إلى ضرورة إعادتهم إلى الخدمة أو إحالتهم إلى التقاعد. ولم يحصل موظفو الدولة المحالون على التقاعد وفقا للقانون الجديد على أي مبلغ أو راتب. من جهة أخرى، أعلنت لجنة الصحة النيابية توصل الاتفاق على نقاط الخلاف في قانون الضمان الصحي. اللجنة خلال اجتماع لها مع اللجنة المالية وحضور ممثل الحكومة في مجلس النواب ناقشت الجلبة المالية في قانون الضمان الصحي وكيفية تخصيص الأموال اللازمة له، فضلا عن ضرورة فصل الازدواجية الموجودة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي. أكد وزير الصحة حسن التميمي أن العراق سيستلم 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا. التميمي قال خلال استضافته في برنامج العاشرة أن اللقاح سيصل إلى العراق عند إقراره من منظمة الصحة العالمية، مبينا أن اللقاح سيوزع على كبار السن ومنتسبي القوات الأمنية. أي واحد من هذه اللقاحات راح تقر منظمة الصحة العالمية سواء أسترازينيكا أو بالنسبة إلى الروسي أو الصيني تقر منظمة الصحة العالمية، العراق سيستلم حدود 10 مليون جرعة ابتداء. اللجان الاستشارية حقيقة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وأسوة بباقي الدول بدأنا بالأعمار فوق 50 سنة، منتسبي القوات الأمنية بصورة عامة بمختلف صنوفهم، منتسبي وزارة الصحة والذين لديهم أمراض مزمنة. طيب أكو يعني عندنا توقيت متى سيصل اللقاح؟ لو ايضا ننتظر اذا غدا قررت منظمه الصحه العالميه سنستلمه غدا. شنو معلوماتك؟ الناس هم تريد تعرف يعني. يعني احنا لحد الان بتواصلنا مع منظمه الصحه العالميه، كنا في اجتماع حقيقه مع
اتحاد جافي، كنا في اجتماع اليوم مع الصينيين، ايضا كل محور الصيني الاماراتي دخلنا ضمن هذا المحور، وننتظر فقط اقرار منظمه الصحه العالميه. قسم يتكلمون على وصولهم للمرحله الرابعه عبورهم للمرحله الثالثه، ولكن هذا يعتمد على اقراره ونجاح هذا اللقاح. على الرغم من تباين اعداد الاصابات بفيروس كورونا، الا ان وزاره الصحه تواصل تحذيراتها للحد من انتشار الوباء، خصوصا وان اغلب الاصابات ارتفعت في المناطق الشعبيه نتيجه لعدم التزام مواطنيها. الصحه اكدت انه في حال لم يلتزم المواطن بالتباعد الاجتماعي فانه سيؤدي الى زياده انتقال العدوى. تحذيرات جديده تطلقها وزاره الصحه تؤكد من خلالها ان رفع القيود والتعايش مع وباء كورونا دون الالتزام بالإجراءات الصحية سيؤدي إلى نتائج سلبية واضحة، مشيرة إلى تشكيلها لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية وأمانة بغداد لمتابعة هذه الإجراءات في الأماكن العامة. عدم الالتزام بتوجيهات الوزارة بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة والاهتمام بقواعد الوقاية الشخصية والمجتمعية وغسل اليدين جيدا بتكرار، هذا سيؤدي حتما إلى زيادة في احتمالية انتقال العدوى من الشخص المصاب إلى الشخص السليم. فرق مشتركة من وزارة الصحة، من الرقابة الصحية، شعب الرقابة الصحية في بغداد والمحافظات، وبالتنسيق مع الشرطة المجتمعية ووزارة الداخلية يعني الشرطة المحلية طبعا، والجهات المعنية الأخرى، أمانة بغداد وغيرها البلديات، وطبعا احنا نعتمد على وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني يساعدونا بهذا الموضوع، وهو قيد المتابعه، واذا حدثت اي مستجدات سيكون للجنه العليا للصحه والسلامه الوطنيه راي اخر. التزام المواطنين بالاجراءات الوقائيه ما زال متباينا وضعيفا في اغلب الاماكن العامه والاسواق، وهو مؤشر واضح قد يؤدي الى ارتفاع حالات الاصابه وانتقال العدوى بين شرائح المجتمع المختلفه. دولة ما تريد تقطع رزقك، يعني شافت وضعية الناس تعبانة، أمورهم حالتهم المادية تعبانة، فحاولت تساعدهم، فتحت لهم منافذ المطاعم والشغلات هاي، منافذ للعمل فتحت لهم حتى يديروا حتى يرتبون أمورهم بالمعيشة، بس مقابل التزام بالشروط الصحية، حتى شنو، حتى لا يأذون نفسهم. يجب التزام المواطن زين بالإرشادات الصحية زين، لأن بالأساس هي مثل ما يقول حفاظاً على المواطن. يعني اليوم وزارة الصحة هي من قاعدة تحكي وده تسولف وده تعطي تعليمات ورفعت القيود مقابل العمل اللي شنو، يجب أن المواطن يلتزم مع وزارة الصحة حتى الأمور تمشي طبيعية. التعايش الصحيح مع الوباء يكون وفقاً للضوابط الصحية المتمثلة بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن الزحام في الأسواق، وبعكس هذه الإجراءات يكون هذا التعايش ناقوس خطر على حياة المواطنين حسب تأكيدات وزارة الصحة. حسام التميمي، العراقية الإخبارية، بغداد. بعد توقف دام قرابة 7 أشهر بسبب المخاوف المرتبطة بتفشي فيروس كورونا، قررت السلطات في المملكة العربية السعودية السماح للمواطنين والمقيمين فيها بأداء مناسك العمرة ابتداء من 4 من تشرين الأول. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فأن السماح بأداء العمرة سيتم تدريجيا على 4 مراحل، وسيسمح للمواطنين والمقيمين في المملكة بأداء العمرة بمعدل 6000 معتمر في اليوم. فرضت الحكومة البريطانية إجراءات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد. الحكومة وجهت بإغلاق المطاعم والحانات مبكرا، فضلا عن إلزام المواطنين بوضع الكمامات مع فرض غرامات أكثر صرامة على المخالفين. إغلاق المحال جاء مبكرا هذا الأسبوع، فقد حددت بالعاشرة مساء ضمن قيود جديدة تدخل حيز التطبيق في الشمال وأجزاء من ميدلاند ومدن مثل نيوكاسل شمال شرقي إنجلترا. منعت العوائل من التزاور وتم تقليل ساعات العمل في المطاعم والحانات. أنا مع فرض القيود لأن الناس لم يأخذوا هذا الوباء بجدية. لا يوجد وقت للامبالاة، يجب أن يفهم الجميع أن أرواح الناس على المحك. لست مع فرض قيود جديدة، لا نستطيع الاختلاط بالأهل والأصدقاء، وتقليل ساعات عمل المطاعم لا يجدي.
ومع تزايد معدل الإصابات التي وصلت إلى 6,000 في اليوم الواحد، يخضع أكثر من 13 مليون بريطاني إلى قيود صارمة. طريقة جيدة للسيطرة على الفيروس ما دام الناس ملتزمون بالإغلاق والحكومة تتبع نصائح العلماء.